بصراحه كنشكر الدراري على المجهودات اللي داروا، يعني الحمد لله قدمنا مقابله كبيره، يعني تاحوا لنا فرص والحمد لله هذه هي مباراه الكاس، يعني تضيع يعني ضروري غادي تخلص، والحمد لله يعني اي واحد يقدر يضيع ضربه جزاء، يعني احنا كنساندوا خونا عبد الرحمن، يعني لعب كبير ومازال ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو خونا، ومازال غير دابا جوج سيمانات راه ربحنا. كنتمنى والله ان القادم مقابلات ان شاء الله نرجعوا الفرحه وما نكذبوش على ريوسنا، احنا افتقدنا الجمهور، الجماهير ديالنا اليوم الصراحه كتحس بنقص كبير صراحه، الجماهير ديالنا كتعطينا واحد الدفء وكتعطينا واحد الحافز باش كن ديما كنفوزوا بمقابلات، واليوم راكم شفتوا ما كانش الجماهير ديالنا اللي من هذا المنبر كنعتذروا ليها، وان شاء الله كنتمنوا انهم يجيو يشجعونا في قادم المباريات ان شاء الله. انا ساتيسفي على الجمهور كيف قلت دابا في لا كونفرنس، ما عندي ما نعاتب عليهم، هذاك الشيء اللي بغيت لقيته وكثر، لان كنت انا الحاجه اللي كنت كنركز عليها بزاف هو ضد فريق الرجاء ما نبالونسيوش، ما نلعبوش لو جو ديريكت، ناخذوا الكره نلعبوا نحطوها على الارض ونلعبوا، هذا الشيء اللي شفت لاحظتوا من عند العلاوي الكارديان بيت كنبغيو نخرجوا الكره، نجحنا فيها بزاف ديال المرات، بارفوا ما كتنجحش ولكن ماشي مشكل، انا اوليو باش نضيعوها ونبقاو نبالونسيو نلعب وخا تضيع ماشي مشكل. هذه حقيقه تورنون ديال الماتش بينالتي حقيقه، ضيعنا ضربه جزاء مع خصم اللي قوي وزدنا فيقناه، لان ما غادي تضيع ضربه جزاء مع الرجاء غتزيد تفيقه، وراك عارف مع البيبليك مع لو سوتي وداك الشيء، ولكن الحمد لله انا ما عنديش مشكل، سواء عبد الرحمن كساك اللي ضيع ما عندي معاه تم، وبالعكس لو جمهور اللي طالونتيو هو لو بلي تكنيك مول اللي عندنا في الفرقه، ماشي ناس مع لعاب اخرين بطبيعه الحال، الحمد لله داك الشيء اللي بغيت نشوف فريق اولمبيك اسفي شتو اليوم، ما عندي حتى مشكل، كاليفيكاسيون مشات ما هذه كنعتذروا الناس سيرتو البيبليك ديالنا اللي جا دعمنا في لاسيونس الاخرى ديال الخميس وعيشنا في الماتش، البيبليك ديال اسفي تحيه لي كبيره، عيشنا في الماتش جاو داروا اجيز وكانوا هتافات وكانت هذيك المسائل عيشونا في الماتش، دونك كيف قلت انا غروسو مودو ما عندي ما نعاتب في اللاعبين، داروا الماتش اللي خصو يدار، كتبقى سكونا ميتريزي اللي غادي نقدروا نتحكموا فيه هو اللعب، النتيجه ما كنتحكموش فيها، النتيجه ما كانت صالح لنا حتى حاجه، ما ضاعت باقي ان شاء الله، باقي نتكونسونطرو على الشامبيونه والقادم باذن الله افضل ان شاء الله.